بدي بهر لكم واحد اسمه فيدي. هذا واحد حرومي. على طول بقول له فيدي قفل بس نروح نحن نقفل. بتلاقيه عم يعبي هيك غراض هيك، شو حق هيك 99 سنت عم ياخذ حقه كل اسبوع هذا المنيوك. سردين شو حق هيك السخت هارتس 83 كل سيدي يا بابا. لك طحينه حقها 4 دولار، لك علبة فول 3 دولار ونص كس اخت عارس جي ايه سيدي يا بابا. هلا اعمل له غنيه هلا لحرومي لانه حرومي. بالصوره انا هونيك بطلع على الدويره بس على طويله. يا ريب ليش عم تسرق يا حرومي صندوق. والله عندي دفعة الانشورنس والكهرباء ومو عارف ايش وايش. ايري شو هالعالم الزبلة عم تصرف ايش عم تصرف. السخت انا بيها خلصت من الافرون. ايري بالافرون كلين جيب علبة السردين بيحطها بشكل وهيكيرك لأنك واحد بلا أداب. خلاص حبيبي